مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هاجم المجلس الانتقالي الأحزاب السياسية الموالية للحكومة معلنا رفضه مخرجات اجتماعها في عدن رغم مشاركة أمينه العام فضل الجعدي. ونددت الهيئة السياسية للانتقالي في اجتماع لها بما سمتها محاولات إعادة إحياء الأحزاب اليمنية، محذرة إياها من الاستمرار في عقد أنشطة وتحركات وصفتها بالاستفزازية في العاصمة المؤقتة عدن. وكانت مدينة عدن وبرعاية المعهد الأمريكي الديمقراطي احتضنت على مدار يومين اجتماعات للأحزاب والمكونات التي اتفقت على إنشاء تكتل واسع لمواجهة ميليشيا الحوثي ودعم الحكومة والتأكيد على حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية. نتوقف عند هذا الخبر وتفاصيله لنناقشها في محورين: ما سر تناقض المجلس الانتقالي ولماذا لا يريد إعادة إحياء العمل الحزبي من العاصمة المؤقتة؟ وهل بات العمل السياسي والحزبي أمراً بعيداً عن اليمن في ظل الظروف الحالية؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير، ابقوا معنا. موقفان متناقضان للمجلس الانتقالي خلال يومين فقط. في اليوم الأول يشارك الأمين العام للمجلس في اجتماعات الأحزاب والتكتلات المساندة للشرعية، وفي اليوم التالي تجتمع الهيئة السياسية للانتقال لمهاجمة الاجتماع ومخرجاته. وفي تفاصيل الموقف، هاجم المجلس الانتقالي الأحزاب السياسية الموالية للحكومة معلنا رفضه مخرجات اجتماعها في عدن. ونددت الهيئة السياسية للانتقال في اجتماع لها بما سمته محاولات إعادة إحياء الأحزاب اليمنية، محذرة إياها من الاستمرار في عقد أنشطة وتحركات وصفتها بالاستفزازية في العاصمة المؤقتة عدن. وكانت مدينة عدن وبرعاية المعهد الأمريكي الديمقراطي احتضنت على مدار يومين اجتماعات للأحزاب والمكونات التي اتفقت على إنشاء تكتل واسع لمواجهة ميليشيا الحوثي ودعم الحكومة والتأكيد على حل القضية الجنوبية كقضية رئيسة. واضح أن الساحة السياسية اليمنية مليئة بالتناقضات، وأن أي محاولات لاختراق المشهد أمر معقد، فجميع الأطراف منهمكة في مشاريعها الشخصية ومصالحها الضيقة التي تتجاوز المصلحة الوطنية لصالح أجندات خارجية أو حزبية. خلال السنوات الماضية تصدر المشهد اليمني شخصيات محدودة صنعتها الظروف المشوهة أو تم صناعتها خارجيا لتأدية أدوار مرسومة مسبقا، وهو أمر يجعل من التغيير أو تجاوز الوضع الحالي مهمة معقدة. إذا مشاهدينا، أرحب بكم مجددا وأرحب بضيفي السيد عبد الكريم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، وأيضا رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. البداية معك دكتور عيدروس، مساء الخير. مساء النور. إذن دكتور، الأمين العام للانتقالي حضر لقاء البارحة واليوم هذا البيان من الانتقالي، كيف يمكن أن يفهم هذا التناقض؟ شكرا جزيلا. حقيقة يعني نحن ممكن أولا لو سمحتي لي أعلق على موضوع الاجتماع الأحزاب والقوى السياسية و المكونات التي شاركت في عدن. لا لا، أنا جئت لأقول رأيي. أنا بالنسبة لمشاركة أو عدم مشاركة الانتقالي هي سيئة، لكن أشير إلى أنتم تكلمتم في التقرير عن المتناقضات طبعا، وما فاتكم أن تشيروا إلى أن المجلس الانتقالي صنع أجنبية ولا آخره، وهي الأغنية التي مل الناس سمعها وأنصحكم بعدم تكرارها. لكن عودة إلى موضوع المشاركة أقصد الاجتماع الذي عقد، أولا هذه الأحزاب أين هي وما هي وأين قاعدتها الجماهيرية وما حضورها وماذا قدمت للشعب الجنوبي الذي تحكمه. هذه الأحزاب تحكم الجنوب بالتعذيب وبالتجويع وبسياسات الإفقار واستمرار سياسة ما بعد 7/7، يعني لم يتغير في وضع الجنوبيين إلا ما هو إلى الأسوأ. وطبعا لا يمكن إعفاء المجلس الانتقالي من الوقوع في أخطاء سياسية في إطار التعامل، أولا المشاركة بالحكومة ثم رفض المشاركة في الأحزاب. أعتقد أن الطرفين يبعثان رسالتين
إلى جماهيرهما. هذه الأحزاب حبأت جماهيرها ضد الانتقالي وأنه صناعة أجنبية كما قلتم، وأنه عميل للخارج، وأنه يريد تمزيق اليمن، وكان لازم تعمل هذه الرسالة في اجتماعها بعدا. والانتقالي أيضا عبأ جماهيره أن هذه قوى احتلال وأنها جماعات يعني فاسدة، فكان لابد أن يقنع هذه الجماهير بالرسالة التي بعث بها في من خلال بيانه. لكنني تمنيت على الانتقالي ألا يستخدم لغة التهييج ولغة الشتيمة وأن يتكلم في السياسة. هذه الأحزاب لم تجد قرية واحدة في شمال اليمن تؤيدها، ثم تأتي لتبحث عن قواعد ومؤيدين في الجنوب، ما فيش أي منطق في الموضوع. ولذلك أعتقد أن المشهد كله هو خطأ في خطأ، والمؤسف جدا أن يأتون انقيادا للمعهد الديمقراطي ولم يفكروا أن يجتمعوا بدون المعهد الديمقراطي. نعم، تقول أن الأحزاب حكمت بالتعذيب وما إلى ذلك، ثم تقول أن لا قاعدة لها. على كل حال تفضل البقاء معي. أرحب بك سيد عبد الكريم السعدي، مساء الخير. مساء النور، أسعد الله أوقاتكم، وتحياتي لكم ولمشاهديكم ولضيفكم العزيز الدكتور عيدروس. شكرا لك. إذن هذه المواقف من قبل المجلس الانتقالي، هل يمكننا أن نعتبرها الآن تناقض في المواقف السياسية؟ الحقيقة أن أنا لم أطالع بيان واضح من الانتقالي حول هذا الموضوع أو هذا الحدث بالذات. يعني هناك هيئة سياسية أنا لم أسمع عنها من سابق الهيئة السياسية، هي مغمورة تقريبا، لا وجود لها فعليا على الواقع. تحدثت عن حضور الأمين العام، مفترض أنه البيان أن يصدر عن الناطق الرسمي ويصدر عن قيادة الانتقالي، تحدد موقف في حضور الأمين العام، لأنه الحاضر ليس شخصية عادية، هو الأمين العام للجماعة، جماعة الانتقالي، وبالتالي يفترض أن التصريح النفي يأتي من الرئاسة ومن هيئة الرئاسة وعبر النطق الرسمي، وليس عبر هيئات سياسية وعيشة من هذا القبيل. لا. بالنسبة إذا سلمنا أنه بالفعل هناك بيان صدر عن جماعة الانتقالي تنفي أو تدين أو أي كان موقفها، فيفترض أنها أولا تدين وجود عيدروس الزبيدي ضمن أحزاب يمنية أيضا فيها مجلس ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي. ما هو ذا الوضع؟ مثل ذا الوضع لا يختلف نهائيا، هذا الوضع فيها عيدروس وذا الوضع فيها القادي، وكلهما ذات في الجماعة، وكلهما في تجمعات فيها أحزاب يمنية. يقول أخي وأستاذي عيدروس أنها تمارس التعذيب ضد الشعب الجنوبي، يعني هي تمارس التعذيب ضد الشعب الجنوبي والتجويع في الجمعية التي عملوها الأمريكيين والتي تساند أو تصب، أنا أراها شخصيا أنها تصب في إطار الصراع بين جماعات مجلس ما يسمى بمجلس الرئاسة، وأيضا جماعات اليمنية التي في مجلس الرئاسة القيادي ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي، لا تضر الجنوبيين ولا تعذبهم ولا تمارس معهم هذا التجويع وهذا التعذيب. نحن أمام تناقض صريح في مواقف الأخوة في جماعة الانتقالي، عاجزوا عن صياغة خطاب يقنعوا به أتباعهم وموظفيهم وأعضاء كشوفات مرتباتهم بأنهم فعلا يمثلون قضية. الآن الانتقالي واضح أنه قد عقد العزم على التواجد في إدارة التسوية القادمة التي حسمتها المشاورات السعودية الحوثية، ولم يعد هناك مجال للحديث خارجها، لم يعد هناك مجال أمام الجماعات التي شكلتها السعودية وحصرتها فيما يسمى مجلس المشاورات وقالت لها انتظري حتى نرى ماذا يقول أنصار الله وسنأتيكم بالجواب. نعم. لا مجال أمامهم سوى أنه الانتظار للنتائج، التنافس الحالي، الصراع الحالي بين جماعات هذا المجلس يصب فقط في تحسين وجود هذه الجماعات ومن سيكون موجود أساساً في التسوية النهائية مع أنصار الله. نعم، تفضل البقاء معي سيد عبد الكريم. أعود إليك دكتور عيدروس، إذا ما الذي يخشاه الانتقالي من عودة العمل السياسي والحزبي في المناطق المحررة وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن؟ شكرا جزيلا وتحياتي للأخ عبد الكريم. طبعا أولا أنا ملاحظتي منذ البداية، منذ اتفاق الرياض ومنذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أن أمام المجلس الانتقالي خياران،
أما أن يكون شريكا في السلطة في الرئاسة وفي الحكومة ويسخر وجوده هذا لتلبية احتياجات الجماهير. اليوم الجماهير لم يعد يهمها موضوع يعني موضوع استعادة الدولة وموضوع يعني الحرية والاستقلال، هذه ممكن تكون قضية مؤجلة لا يستطيع أحد أن يتنازل عنها، لا الانتقالي ولا غير الانتقالي، ولو تنازل عنها أحد هو سيعزل نفسه عن الشعب الجنوبي. لكن الموضوع اليوم الجماهير لا تسائل على هذا الكلام، هي تسائل على ماذا قدمت الحكومة السابقة وماذا تقدم الحكومة الراهنة وما موقف الأحزاب السياسية التي تجتمع في عدن علشان تتحدث عن محاربة الفساد وعن دحر المشروع الحوثي وإلى آخره، وهي غير قادرة أن تحاسب رئيس الوزراء السابق الذي لم يفسد أحد مثله في كل تاريخ اليمن. وبالتالي يعني أنا بالنسبة لي أرى أنه لا بأس أن تجتمع القوى السياسية اليمنية في عدن، ولا بأس أن تمارس حقوقها السياسية طالما نحن شركاء في الحكومة، أو بالأصح طالما هم شركاء مع الانتقالي في الحكومة وفي الرئاسة، لكن على هذه الأحزاب أن ترسل رسائل سياسية واضح تجاه الشعب الجنوبي. البيان الذي صدر يتكلم عن محاربة الفساد، ماذا حاسبوا معين عبد الملك؟ ماذا عملوا المعين عبد الملك؟ ماذا سألوا من تقرير مالي أو تقرير حسابات ختامية لوزارته؟ ماذا قدموا من أجل الخدمات؟ هم يقولوا أنهم سيوفرون الخدمات، يعني هو كله رسائل إعلامية خالية من أي مضمون. وأعتقد أن على الانتقالي، أعود مرة إلى ما قلته في بداية جوابي على سؤالك، أمام الانتقالي خيارين، أما الاستمرار في المشاركة في هذه الحكومة، وبالتالي عليه أن يغير نهجه ويعمل من أجل حل معضلات الناس، أو الخروج والعودة إلى الشارع. لم يلاقي المجلس الانتقالي شعبية مثل ما كان عندما كان معارضا. أما الوجود في الحكومة وانتقاد الأحزاب المشاركة في الحكومة، أعتقد أن هذا الخطاب السياسي بحاجة إلى تصويت. نعم، وصلت الفكرة. إذن أعود لك دكتور سيد عبد الكريم. تفضل سيد. بالنسبة لفضل الجعدي، نعم، معلوماتي أنه حضر ممثلا عن الحزب الاشتراكي وليس عن الانتقالي. نعم، وما يزال هو أيضا ممثل للانتقالي وأمين عامه، وكان يمكن أن ينفي هذه الصفة عند حضوره لكنه لم يتم ذلك. على كل حال سيد عبد الكريم، أعود إليك، ووفقا لهذا التناقض، هل يمكن للانتقالي أن يعرقل عودة العملية السياسية والحزبية في البلد؟ الحقيقة أن الحديث عن العملية السياسية في ظل غياب الدولة حديث أنا أرى أنه غير سوي أو غير طبيعي. نحن نحتاج نحن نخوض يا جماعة الخير معركة، نحن ما زلنا في السنة العاشرة، لأن دخلنا في السنة العاشرة من في معركة استعادة الدولة. لم يصدر بيان لا عن الدول المتدخلة ولا عن الشرعية، سواء الشرعية في شكلها الأول برئاسة عبد الرب منصور هادي، ولا شكلها الجديد المصنع والمعلب بما يسمى بالمجلس الرئاسي ولا غيره. نحن ننتظر انقلاب جديد قادم بين تفرز المفاوضات او المباحثات السعوديه الحوثيه. هذه الثلاثه الانقلابات التي نحن امامها لم يصدر بيان واضح انه اعيدت الدوله. هناك من يريد القفز بنا، يريد القفز الى الامام، الهروب الى الامام من هذه الالتزامات او هذه الاهداف، فيريد ان نتحدث عن عمل سياسي، وهناك من يريد ان نتحدث عن عمل الحكومه. لا يوجد عمل حكومه في ظل ميليشيات متصارعه، لن تستطيع حكومه ايا كانت، ولو كانت يقف على راسها احد الخلفاء الراشدين، ما بتستطيع تحقيق شيء في ظل ميليشيا متنازعه، ميليشيا كل جزء منها يقتطع جزء من الارض ويمارس عليه سلوكيات بالنقاط الجبايات وغيرها. لا، يجب ان نتحدث اولا هل انتهت معركه استعاده الدوله؟ هل استعدنا الدوله؟ بعدها نتحدث عن الامور الاخرى مثل العمل السياسي والسماح بالعمل السياسي في الشمال ولا الشرق ولا الجنوب ولا الغرب. لكن عمل سياسي في غياب دوله، من يحكمها؟ من يحكم العمل السياسي؟ من يحكم الاحزاب هذه؟ من ينظم عملها؟ ليست هناك دوله، علينا ان نتحدث اولا عن الدوله. وبالتالي ما نراه اليوم من تناقض هو طبيعي، لان اساسا الوضع هو لن ينتج اكثر من ذلك. لن ينتج اكثر من هذا التناقض اللي موجود، الذي يلعب على معيشه الناس، تجويع الناس وجرهم إلى دعم تلك الميليشيات والانضمام لها والتصفيق والتطبيل لها. هذا جانب. وجانب آخر على تجهيل الناس،
اغلاق المدارس، اغلاق المعاهد، تجهيز اليوم الاميه انتشرت بشكل يعني غير طبيعي في وسط الناس، وبالتالي ان الميليشيات تحتاج عاده الى مجتمع جاهل لكي تقوده ولكي تسيطر عليه. هذه كلها الامور تضعنا امام سؤال واحد بالنسبه للميليشيات هذه، هل ما زالت تتبنى قضايا؟ هل لديها قضايا تخرجها من غلاف او من مربع الميليشيات الى مربع الاحزاب حقيقه، ام انها فقط تريد البقاء قدر الامكان وتطويل الحرب قدر الامكان لتنميه يعني ارصدتها الماليه والاستئثار بالاراضي والاستئثار بالاملاك والاستئثار بحقوق الناس وغيرها. نعم، اذا اجمالا دكتور عيدروس نتحدث عن استعاده الدوله، ونتحدث عن ايضا الصدع في داخل هذه الدولة الهشة الموجودة حاليا، هذا الصدع كيف يمكن رأبه؟ تقصدين الصدع بالعين؟ نعم. لا، هو نحن ما عندناش دولة، يعني حتى نتكلم عن صدع أو تعافي أو وربما أنا أشاطر الأخ عبد الكريم في موضوع أنه لا توجد دولة. نحن عندنا مجموعة من الكتل أو لنقول حتى كتلة سياسية نازحة، لأنه أنا اليوم لاحظت صورة الزملاء اللي هم كلهم زملائي بالمناسبة اللي شاركوا في الفعالية، يمكن ثمانية أعشارهم يعني خلينا نقول أربعة أخماس منهم هم نازحين، ما يقدرش يرجع إلى قريته ولا دائرته الانتخابية ولا قاعدته الجماهيرية. فبالتالي يعني لا يمكن نتكلم عن دولة بدون أرض. الدولة يعني المجموعة التي تحكم البلاد هي مجموعة نازحة، رئيس البلاد نازح، رئيس البرلمان نازح، رئيس الوزراء السابق يعني حسنوا الوضعية وجابوا رئيس وزراء من أبناء عدن قيل أنه أو من أبناء شبوة لا يهم، لكن ثلاثة أربع الوزراء أيضا نازحين. يعني الحديث عن دولة ويعني ربما في نوع من المجابرة الإعلامية أو المجاملة الإعلامية، أما الحقيقة فنحن لدينا كتلة نازحة كان لابد أن يجدوا لها وظائف فعينوها حكومة وعينوهم حكام على الجنوب. الحقيقة الوضع القائم اليوم هو وضع الدولتين، نحن عندنا دولة في الشمال قائمة تفرض نفسها أو خلينا نقول مجازا دولة على أرض الشمال، وعندنا دولة في الجنوب أيضا شبه دولة قائمة، فقط أن حكامها نازحين من الأشقاء في الشمال. يعني عندنا حكومتين شماليتين، واحدة في الجنوب واحدة في الشمال. نعم سيد عبد الكريم، أعود إليك ونتحدث عن هذه الدولة الغير موجودة، كيف يمكن استعادتها وكيف يمكن أيضا استعادة هذا الدور الهام جدا للأحزاب؟ طبعا الدولة يعني لا يمكننا الحديث عن كما قال أخي أستاذي عيروس، لا يمكن الحديث عن حكومة بدون عن دولة بدون أرض، وأيضا لا يمكن الحديث عن أرض بدون دولة. تتواجد في الأرض بغير الدولة، بغير مؤسسات الدولة، بغير هيئة الدولة، لا يمكن الحديث عنه في دولة. مسألة عودة الدولة لا تحتاج إلى، هي تحتاج إلى مؤتمر، نحن قد دعينا من سابق إلى مؤتمر حوار وطني. لن تنتج القرارات الإقليمية دولة في بلد معين. لن تنتج القرارات، عجزت القرارات عن انتاج دوله في الدول ذاتها، فما بالكم اننا نصدر بقرارات من دوله اخرى لصناعه الدوله في مكان اخر. نحن دعينا الى حوار وطني وقلنا انه لابد من حوار في الشمال وحوار في الجنوب، يفرز ممثلين لهذه للشمال وللجنوب وينطقوا في حوار عام ليمني يتم فيه تحديد ملامح المستقبل، ويتم فيه ايضا وضع يعني منح الشعب خيار تقرير المصير، ان اراد البقاء في دوله اتحاديه وان اراد الخروج، علينا احترام خيارات الشعب بهذا الصدد. هذا المخرج الوحيد. مساله القرارات التي تلغي هذا الرئيس وتعتقل هذا الرئيس وتضعه في الاقامه الجبريه وتفرض عليه انه يسلم يعني صلاحياته لمجلس، اساسا المجلس هذا يتكون من جماعات كانت قبل اشهر من الاطاحه بالرئيس تسمى جماعات انقلابيه، تسمى ميليشيات، في خطاب الدوله ذاتها وفي خطاب التحالف ذاته.
هذا الوضع لن يصنع دولة، لن يوصلنا إلى دولة، هذا يوصلنا إلى تفريق المزيد من الميليشيات، تمزيق المجتمع، لن يقودنا إلا إلى ذلك. فبالتالي إذا أردنا حقيقة دولة تمتلك مقومات الاستمرارية وتكون دولة فاعلة ودولة مفيدة يعني، أو دولة نافعة في محيطها العربي والإسلامي، علينا أن نتبع أساليب التي تحتضن الجميع، لا أن تتبع الانتقائية. الانتقائية يا جماعة دفعت الناس إلى مثل هذه التجمعات التي عدم اللي يديرها المعهد الأمريكي أو مش عارفة. هذه المعاهد وهذه المنظمات لعبت دور سلبي في تمزيق المجتمع. نحن عشنا تجربة طويلة مع حزب الحراك الجنوبي، لعبت دور سلبي، لم تلعب دور إيجابي، بالعكس مزقت النسيج أكثر مما هو ممزق. وبالتالي مثل هذه التجمعات دافعها الرئيسي توهان هذه الأحزاب. يعني أنت تقصد سيد عبد الكريم، هل تقصد أن هناك دور خفي لهذه المنظمات في مثلا يعني دفع هؤلاء المسؤولون أم الأحزاب إلى الواجهة مجددا؟ مؤكد سيدتي العزيزة، مؤكد أن هناك دور غير بريء تمارس من هذه المنظمات، خصوصا في ظل الشتات العربي اللي موجود، وفي ظل الضياع العربي، وفي ظل غياب المشروع العربي، وفي ظل ضعف الدول العربية كاملة. وما نشهده أيضا في غزة يؤكد وضعنا الحالي، وأننا أصبحنا مرتع للغرب بمثل هذه المنظمات ومثل هذه المعاهد ومثل هذه النشاطات المشبوهة. نحن أنا أريد التأكيد على أن ما حدث في عدن في الأيام الماضية هو تعبير عن توهان هذه القوى. هذه القوى لو سألتموها لماذا تجتمعون تقول لك نساند المشروع استعادة الدولة. طيب أنت في بيانك هل قلت يا السعودية وأدنت تحركاتها وقلت أوقفي التفاوض الثنائي بينك وبين الحوثي؟ فالحوثي مثل طرف يمني ونحن أطراف يمنية، يجب أن نتواجد معا في لم نسمع لم نشهد. بالتالي أنت داعم للشرعية واستعد الدولة على أي أساس؟ على أساس أنك بتنتظر أنت أيضا جنب عيدروس الزبيدي وفي نفس الطابور حق العلمي، وبتنتظر ما ينتج عن مفاوضات السعودية والحوثي ليتفضلوا عليك بالفتات أنت؟ هذا توهان، هذا ضياع للأهداف، هذه حالة التوهان السياسية أرغمت هؤلاء على الحضور في مثل هذه التجمعات فقط لتسجيل الحضور أنه نحن موجودين وأحياء وعليكم ألا تنسونا. طيب شكرا جزيلا لك السيد عبد الكريم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية. دكتور عيدروس أعود إليك أخيرا، بعيدا عن هذا البيان التابع لهيئة العمل الانتقالي في ظل الجهود الأممية لتسيير عملية سياسية نحو السلام، هل تتوقع أن يكون المجلس الانتقالي شريكا وفاعلا مع الحكومة الشرعية، يعني خاصة بعد مشاهدته فاعلا في لقاء الأحزاب والمكونات السياسية؟ شكرا برضو مرة أخرى. طبعا أولا أشير يعني أنا أشير هنا إلى أنني لا أمثل الانتقالي وليس لي أي صفة في الانتقالي يعني، وبالتالي أنا قراءتي هو قراءة كصديق للانتقالي وحتى صديق لبقية الأحزاب السياسية. لكن أقول أنا يعني من هذا المنطلق وعلى ضوء سؤالك، يعني الانتقالي يمكن أن يكون وينبغي أن يكون قوة وازنة وفعالة في صناعة المستقبل في الخارطة اليمنية شمالها وجنوبها في حالة واحدة، في حالة أقر غزاة 94 بمشروعية القضية الجنوبية واعتذروا للشعب الجنوبي عما ارتكبوه من 94 وألغوا الفتوى التي أفتاها قادة التجمع اليمني للإصلاح، واعتذروا للشعب الجنوبي واعترفوا بحقه بتقرير مصيره واستعادت دولته. أنا أنصح الأقوى في المجلس الانتقالي أن يستمروا في التفاعل مع القوى السياسية أيضا من أجل تحرير الشمال من الجماعة الحوثية. لكن إذا فكر الانتقالي أنه سيكتفي بالنصيب التافه من الكعكة البائسة فأنه يقرر الانتحار إراديا أو لا إراديا. شكرا جزيلا لك رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم لحسن المتابعة، هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معد البرنامج ماهر أبو المجد وكافة الطاقم. إلى اللقاء.